طيب ان شاء الله هنبدا نكمل النهارده موضوع الاي دي ام او الايدنتيتي مانجمنت. لو تفتكروا المره اللي فاتت احنا كنا عملنا انستول لاول سيرفر عندنا. احنا قلنا السيناريو بتاعنا بسيط جدا في المرحله دي. السيناريو بسيط جدا، هانستول اي دي ام سيرفر، ده البرايمري سيرفر بتاعي، وبعد كده هعمل منه ريبليكا سيرفر خلاص، وبعد كده هانتجريت الاثنين دول مع اكتيف دايركتوري سيرفر يكون موجود عندي، او مايكروسوفت اكتيف دايركتوري بمعنى ادق. الهدف من الموضوع ده كله ان كل الاوثنتيكيشن يتم عن طريق الاكتيف دايركتوري، بحيث ان اي ريكوست من اي مكنه لينكس موجوده، المكنه لينكس هتاوثنتيكيت من الاي دي ام سيرفر. الاي دي ام مفيش اي يوزرز موجودين عليه، الاي دي ام كل اللي بيعمله بيروح يشوف اليوزرز موجودين في الاكتيف دايركتوري ولا لا، موجودين ومسموح لهم بياخدوا المعلومه من الاكتيف دايركتوري ويرجع بعد كده يرد عليك بايه، بالناتج ده. تمام، طيب كلام جميل. كل العك اللي احنا قاعدين نعكه ده وكل اللعب اللي احنا قاعدين نلعبه ده لهدف واحد، ان ما يكونش عندك اليوزرز متعرفين في اكتر من مكان، يكون عندك سنترال بوليسي موجوده. تمام، طيب لو تفتكر بكل بساطه قلت لك ده هيساعدك في ايه؟ قلت لك هيساعدك ان يكون عندك في الانفايرمنت كلها في حاجه اسمها سنجل ساين اون. سنجل ساين اون يعني انت عندك يوزر نيم واحد وباسورد واحده بتستخدمها على الشبكه كلها، بغض النظر عن الجهاز ده نوعه ايه، الجهاز ده ويندوز، الجهاز ده لينكس، الجهاز ده ايا كان بقى نوعه، مش فارق معايا. تمام، لو كان ويندوز خلاص ارميله كل البوليسز بتاعته من الاكتيف دايركتوري، ما عنديش اي تغيير، ده اللي جاي من مايكروسوفت واللي هي بتقول لك عليه اعمله، روح للجروب بوليسي بتاعتك وعدل فيها اللي انت عايزه بقى، اتغير له الديسكتوب، تدي له سيتنجز معينه، دي مش مشكلتي انا، دي مشكله ناس بتوع ويندوز، ورموها للويندوز ادمن. طب يا عم اليوزر دون هيلوجن على مكنه لينكس، خلاص روح عرف البوليسي بتاعتك، ولما اليوزر ده يجي اوثنتيكيت عندك بناء على اما اليوزر ايدنتيتي او الجروب ممبرشيب اللي هو موجود فيها، ممكن ارمي له البوليسي بتاعته بتاعت اللينكس، والبوليسي هنا ممكن تكون اعرف له ايه الاس اس اتش كي بتاعه، يلوجن على اي مكنه امتى وازاي، ولما يلوجن ايه المفروض يعمله، كل حاجه بالتفصيل ممله عنده. ايه البوليسي بتاعت الراجل دون، السودو رولز بتاعته لما يجي يلوجن على المكنه دي، بعد ما يلوجن ايه الكوماندز اللي يقدر ينفذها. طيب هل الراجل ده ممكن يقدر يعمل اوتو ماونت لحاجه معينه؟ كل الرولز دي وكل البوليسز دي هي المفروض تكون موجوده في الاي دي ام. طيب كلام جميل، احنا قلنا الفوكس بتاعنا في المرحله دي ان انا ابيلد الاي دي ام سيرفر، وده اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. لو تفتكر كان عندي اي دي ام سيرفر موجود، وكان عندي سيرفر تاني كنا عملناه كده كانت فيرتشوال ماشين، بس ما كناش لسه عملنا الريبليكا بتاعته. طب النهارده كل الهدف بتاع اليوم النهارده ان احنا نبدا نبيلد الريبليكا، ممكن لو عندنا وقت فاضي ممكن نرمي كمان الاكتيف دايركتوري سيرفر ايه ونبدا نجهزه. طيب كلام جميل، طب تعالى نبدا كده النهارده. ممكن تعمل لنا رسمه سريعه؟ اتفضل. ممكن تعمل لنا رسمه سريعه بس للشيء اللي هيكون؟ والله والله حاطط في دماغي ان انا اعمل لكم ديزاين كامل، مش مجرد رسمه كده. طيب تمام، بس ما كانش عندي وقت خالص والله اليومين اللي فاتوا، مش اليومين اللي فاتوا دول، انت الكام يوم اللي فاتوا دول، من اخر مره خدنا فيها كانت الدنيا كانت مكعبله. ف بسيطه والله، عارفين احنا، الله يديك العافيه. لو تفتكر يا سيدي ده اللي احنا كنا عايزين نعمله. بكل بساطة أنا كنت عايز أعمل IDM سيرفر واحد، ده البرايمري IDM، وفي عندي ريبليكا منه. طبعا أنا شغال سيناريو أكتف أكتف IDM 02، الاتنين هيعملوا سينك من بعض، يبقى أنا في كده عندي سينكرونايزيشن بين الاتنين دول. طبعا السينكرونايزيشن هنا عايزه يتم على كل الليفلز خلاص. ليه على كل الليفلز؟ عشان انا عندي السيرفر الاي دي ام ده مش بيرن سيرفيس معينه، ده بيرن مجموعه سيرفيسز كده كتير قوي. يعني الراجل ده فاكر المره اللي فاتت لما قلت لك ان عندك ال داب وفي عندك دي ان اس وفي عندك سيرتيفيكت اوثوريتي وفي عندك كيربروس، ليله كبيره قوي بترن على السيرفر ده صح؟ طب انا عايز اريبليكيت الكلام ده كله الناحيه الثانيه هنا، وبعد ما ريبليكيت الكلام ده هبيلد اكتيف دايركتوري سيرفر، والاكتيف دايركتوري سيرفر ده هعمل استابليش للريليشن شيب او تراست ريليشن شيب، وان واي تراست
ما بين الاي دي ام وبين الاكتيف دايركتوري. وطبعا زي ما اتفقنا الماشينز بتاعه اللينكس كلها موجوده هنا. ماشينز اللينكس دي يا اما هتاخد كل الاوثنتيكيشن انفورميشن بتاعها من الاي دي ام واحد او من الاي دي ام اتنين، والعمليه دي هيتم فيها اوتو دي ان اس ديسكفري. خلاص، وقلنا الهدف من الاوتو دي ان اس ديسكفري ان هو يشوف مين في الاي دي ام سيرفرز ده اب ومين داون، وبناء عليها ها هي ايه هيبدا يبعت الريكوست للاي دي ام سيرفر اللي جاهز فيهم او اللي موجود فيهم حاليا وبيرد على الريكوست. هيكون في سيرفر دي ان اس منفصل ولا مبدئيا على الشغل هذا بس؟ لحد دلوقتي ما عنديش اي اكسترنال دي ان اس سيرفر، انا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم. خليك فاكر ان الاكتيف دايركتوري عليها انترنال دي ان اس، خليك فاكر الحته دي ان الاكتيف دايركتوري اصلا بتبقى جايه عليها انترنال دي ان اس، ده رقم واحد، وان الاي دي ام عليه برضو انترنال دي ان اس، والاي دي ام الثاني برضو عليه انترنال دي ان اس، ماشي كده؟ بعد ما نخلص كل السيت اب ده، طبعا ما تنساش انت لو عندك مكن ويندوز بقى موجود هنا، فالمكن الويندوز ده برضو زي ما حصل مع المكن اللينكس هيروح يسحب كل بياناته منين؟ من الاكتيف دايركتوري، ملوش دعوه خالص بالاي دي ام. يبقى كده كل الماشينز بتاعت اللينكس بتروح للاي دي ام، لكن كل الماشينز بتاعت الويندوز بتروح للاكتيف دايركتوري. يبقى انا كده فصلت الدنيا تماما عن بعض، وبقى في الاخر عندي سنترال لوكيشن في كل البيانات بتاعتك، بحيث ان لو في اي لحظه اليوزر اللي موجود عندك ده اسمه مصطفى، مصطفى ده راح مقدم استقالته وقال لك سلام عليكم، خلاص اعمل ديسيبل الاكونت هنا، الراجل ده اتفصل عن الشبكه كلها بالكامل. تمام كده؟ مش محتاج بقى اقعد اجري والف على السيستمز اللي موجوده عندي واحد واحد، ها يا عم الحاج الراجل ده موجود ولا مش موجود، ولا اليوزر ده كريتد لوكالي ولا لا، ولا حاطط لك خازوق على المكنه هنا بعد ما يمشي بكام شهر احذف ملفات معينه او ما تحذفش ملفات معينه، لا اقطع ميه ونور عن الراجل ده فعلا هيك بصير. بكل بساطه. تمام، ده كل الهدف بتاعي. طيب بعد كده بقى لما ربنا يكرم هنعمل ايه؟ هنعمل كده اكسترنال دي ان اس سيرفرز هنا، وبعد كده دول يكونوا كده ستاند الون سيرفرز. الستاند الون سيرفرز دول المفروض كل الماشينز تروح تسالهم، وده هنعمل فيها كونديشنال فوروردنج. لو انت رايح للدومين بتاع ويندوز روح للاكتيف دايركتوري، لو انت حبيت تروح للدومين بتاع لينكس روح لمين؟ للاي دي ام اللي موجود عندنا ده. فالسيناريو ده انا لسه ما جاتلوش حتى الان. الانترنال دي ان اس، نعم الانترنال دي ان اس في الاي دي ام والاكتيف دايركتوري في الحاله دي شو راح يصير فيهم؟ زي ما هم موجودين شغالين، لكن في الحاله دي انا شلت كل اللود من عليهم بالكامل. بدل ما اليوزر ده حب يروح لجوجل بدل ما يروح يسال الدي ان اس بتاع الاكتيف دايركتوري، او الراجل بتاع اللينكس عاوز يروح لجوجل بدل ما يروح للدي ان اس بتاع الاي دي ام يساله، ليه احط لود على الاي دي ام سيرفرز؟ يعني الايدنتيتي سيرفر سواء كان اكتيف دايركتوري او ريد هات اي دي ام، هم مش ديزايند ان هم يكونوا جنرال بابليك، او مش ديزايند ان هم يكونوا جنرال بيربوس دي ان اس. خليك فاكر النقطه دي. لو رجعت الريد هات دوكيومنتيشن او مايكروسوفت دوكيومنتيشن هتلاقيه بيقول لك الحته دي، يفضل ان يكون في عندك ديديكيتد دي ان اس سيرفرز لاي كويريز، واعمل كونديشنال فوروردنج ابعته للاكتيف دايركتوري لو انت عايز لو الراجل ده بيسال اي حاجه في الاكتيف دايركتوري بس. طبعا بس في حاله في سيناريو زي هذا لو كنا شغالين احنا اوريدي على اكتيف دايركتوري دي ان اس اكتيف دايركتوري واي او والاي دي ام، سهل انه اعمل مايجريت لاكسترنال دي ان اس؟ بص بقى يا سيدي، لو انت بتنستول الاي دي ام، الاي دي ام في اوبشن اصلا وانت بتنستول تقول له بص يا عم انا مش عايز الانترنال دي ان اس بتاعك ده، ماشي؟ يعني لو انت مثلا عندك انفو بلوكس، او لو انت عايز تستخدم الدي ان اس بتاع الاكتيف دايركتوري نفسه، ماشي كده، ان هو اللي يعمل لك ريزولوشن، هل ممكن تعمل حاجه زي كده؟ ممكن تعمل حاجه زي كده، بس خلي بالك لازم تكون متاكد 100% ان الريكوردز اللي انت محتاجها عشان السيرفيس ديسكفري تكون ديفايند على الدي ان اس ده. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم تحط في اعتبارك ان الاكسترنال دي ان اس ده لو وقع فانت حرفيا رحت في مصيبه سودا. ليه؟
لان الانترنال كومبوننتس بتاع الاكتيف دايركتوري مش هتشتغل، ولا الانترنال كومبوننتس بتاع الاي دي ام هتشتغل. لو انت قلت لي ان الكيربروس كله وقف بكل بساطه الدنيا كلها وقفت، هقول لك ايه يعني، بكل بساطه كل حاجه عندك وقفت، فالاكسترنال دي الناس بتاعك هيكون يعني خطير جدا جدا في العمليه دي. خلاص طيب، ايه الريكوردز اللي انت محتاج تعملها؟ الريكوردز اللي انت محتاج تعملها لو انت فاكر كان اي دي ام 01 صح كده على ما افتكر. غريبة جدا مش قادر اوصل للسيرفر. طب هو if config دي حاجة من الحاجات العجيبة جدا، ازاي انا كونكتد على السيرفر وفي نفس الوقت IDM 01 كات etc resolve.conf ماشي، كات etc hosts نفس الـ IP بيبعتنا له 10.44.129.132 صح مظبوط. طيب ليه يا حاج مش عايز تروح له HTTPS IDM-01 connection refused؟ مش عجيبة شوية دي؟ طيب هقول لك SSH root at، ما انا اصلا كنت عامل SSH عليه لسه صح؟ rm.ssh non-hosts، بس انا متأكد ان انا ما غيرتش ال SSH key. ايه بقى الهبل ده؟ هو في حاجة مش طبيعية بتحصل، لأن أنا متأكد إن الـ SSH key unused. هو كده المرة دي بعتني للسيرفر التاني اللي أنا كنت عامله صح؟ أنا كنت عامل سيرفرين، واحد الـ IDM server وده اللي كنت لسه عامل لوجن عليه من شوية أهو، وده كان الـ IP بتاعه 129.132، ودلوقتي بعتني برضه على سيرفر تاني خالص حتى اي اف كونفج مش موجود عليه، اي بي ادرس شو 129.132. طيب هقول لك، طب بص يا سيدي، انا شاكك ان في اي بي ادرس كونفليكت موجود عندي، انا في عندي اي بي ادرس كونفليكت 100% مفيش فيها كلام. طيب اعمل باك كابتشر، بس لو عملت باك كابتشر ما اعرفش ايه اللي ممكن يفرقع في وش الناس التانية. طيب بص بلاش باك كابتشر، بس سيمبتومز دي الاعراض اللي قدامي دي، دي بتقول ان 100% انا في عندي اي بي ادرس كونفليكت موجود في الشبكه خلاص. طيب هقول لك على حاجة ظريفة، NMTUI قبل ما اعمل اي حاجة كده IP address show، وتعالى كده عندي route-n او IP route، يا مللي ال IP route بتاعي يا سيدي الديفولت عن طريق 131.254، وده ال IP address بتاعي. طيب خلينا نكون اصيع منه بقى، ان كده ان ام تي يو اي، وتعال اديت الكونكشن بتاعي ده، وتعال عد الاي بي بتاع السيرفر ده كده، بدل ما هو اوتوماتيك خليه لي مانيوال، وده الادرس بتاعي اهو، والجيت واي بتاعتي 10 كام، 10.44.131.254، والدي ان اس سيرفرز تعال احط له المكنه اللي هي اللي انا كنت عاملها المره اللي فاتت،
10 44 129 132. تعالى هنا كده، بدل ما ده ثبته نفس الاي بي، تعالى كده اديله اي بي تاني. ماشي كده، ماشي بقى كده. تعال نغير الهوست نيم كمان بالمرة، بدل ما انا معذب نفسي مع الهوست نيمز، وهقول له كده الهوست نيم ده اي دي ام داش 02 لينكس دوت مصطفى دوت كوم. جميل، تعالى كده ان ام سي ال اي كونكشن شو ان ام سي ال اي كونكشن داون ان السبعة اند ان ام سي ال اي كونكشن اب ان السبعة. طبعا انا كده هفصل من السيشن ده اكيد. تعالى لي بقى هنا كده واقول له بينج كده على 10 44 129 132، ده بيبينج، والتاني 133 ده كمان بيبينج. طيب تعالى كده كونكت مرة تانية اس اس اتش روت 10 44 129 132. صح كده، كده شاف ال اس اس اتش كي الاصلي بتاعه، هو كده شاف التاني اللي انا لسه كنت لسه عامله لو بتاع السيرفر التاني، وقال لك لا ده في كونفليكت دلوقتي rm.ssh known hosts. فكده احنا كده ماشيين مظبوط، ssh root at 10 44 129 132، ده كده المفروض يكونكت على الاي دي ام واحد لو انا شغال صح. مظبوط، بنج كده على الحاج جوجل بتاعنا ده، في هنا عندي حاجة مش مظبوطة معرفش ايه هي. طيب 10 44 129 133. وده المفروض يروح ل IDM 2 صح كده، IP address show بينج 4 8 ببينج عادي. ماشي، اي بي راوت كده، اي بي راوت كل حاجة عن طريق 254. عشر اربعة واربعين مية واحد وتلاتين ميتين اربعة وخمسين. 10 44 130 254. ماشي، ولسبب ما برضو اي بي ادرس شو هو بيحاول يطلع عن طريق الاي بي فيرجن 6 كمان، والاي بي فيرجن 6 مش مطلعه، وده طبيعي شيء متوقع، لان ده حتى الان مازال لوكال اي بي في 6 ادرس، فانا مش هقدر اوصل له عن طريق الانترنت. طيب اف كونفج كده، دلوقتي حاليا الحاج ده بقى بيبنج مع جوجل عادي من غير اي مشاكل. خلاص كده الارب كاش بتاع الماشين ده اتعدل، فدي كده ده دي حاجة كويسة بالنسبة لنا. لسه اللي مش كويس المكنة التانية دي، ماشي، بيحاول يطلع عن طريق الاي بي فيرجن 6. طيب تعالى هنا كده بينج جوجل دوت كوم برضه نفس الحكايه. طيب هقول لك انا في عندي في اتفضل اعتقد انت غيرت الدي ان اس بتاع الاي دي ام 2، هذا اعطيته الاي بي بتاع الاي دي ام 1. ما المفروض الدي ان اس بتاع الاي دي ام 1 شغال من المره اللي فاتت صح؟ لو انت تفتكر كويس. تمام
تمام؟ تمام يعني صح انه انت معطي الاي دي ام 2 الدي ان اس اللي هو الاي بي بتاع الاي دي ام 1. اه مش دي المشكله، واحنا اللي احنا عاملينه لحد دلوقتي صح. المشكله في حاجه تانية، المشكله انه اول حاجه كان في اي بي ادرس كونفليكت، دي انتهينا منها. المشكله التانية ان هو بيحاول يطلع عن طريق الاي بي في 6 ادرس اللي الناس عامله له كونفيجر مؤقتا داخليا كده في الشبكه عشان تست عليه، لكن الاي بي ادرس ده والاي بي في 6 ادرس ده مش راوتابل عن طريق الانترنت. وصلت؟ اه تمام تمام يا هندسه. شايف؟ بيحاول يطلع كده بقول لك اي بي ادرس ان ريتشابل، وبيحاول يطلع عن طريق الاي بي في 6 ادرس ده. تمام كده؟ طيب بص، مبدئيا كويس النقطه دي جت دلوقتي، ضربت في وشنا، حلوه جدا النقطه دي. انا كنت هنسى حاجه اقول لك عليها. بص مبدئيا الاي دي ام ما ينفعش ان انت تعمل ديسيبل للاي بي في 6 لما تيجي تنستول الاي دي ام. خد دي قاعده بالنسبه لك. لو عملت ديسيبل للاي بي فيرجن 6 وانت بتنستول الاي دي ام هيفرقع في وشك. تمام كده؟ فانت ما ينفعش ايه ان ام تي يو اي كده. ممكن انا اكون اصيع منه بما ان انا عارف ان البابليك اي بي او الاي بي في 6 ادرس ده اللي هو بيستخدمه، ممكن اقول له ده لينك لوكال بس. وساعتها اعتقد ان ام سي ال اي كونكشن داون ان السبعة، ان ام سي ال اي كونكشن اب ان السبعة. انا كده بتحايل عليه لان انا عارف ان الاي بي فيرجن 6 ادرس اللي موجود عندي دون ده موجود في اللوكال نتورك لكنه مش راوتابل على الانترنت. خلاص، فانا ممكن اقول له كده اي اف كونفج، المفروض الاي بي فيرجن 6 اللي هو 2.6.20 ده ما يكونش موجود دلوقتي. اسف اللي هو ماشي. طيب تعالى كده بينج على جوجل دوت كوم دلوقتي. شفت يا عم؟ بيرد عليا دلوقتي والحمد لله. فانا عملت حركه تحايل كويسه جدا. الاي بي فيرجن 6 بدل ما هو كان بيحاول ياخد اي بي من اللوكال نتورك ويشوف انه وشايف ان هو بابليك اي بي لان الرينج بتاعه في البابليك اي بي رينجز بتاع الاي بي فيرجن 6، فانا تحايلت عليه وقلت له لا يا عم ده لينك لوكال بدل ما انت بتاخده اوتوماتيك كده. انا بقول له خد الاي بي فيرجن 6 كلينك لوكال ادرس، وساعتها هحل المشكله دي. خلي بالك انا ما عملتش ديسيبل للاي بي فيرجن 6 بالكامل. ان ام سي ال اي كونكشن داون ان السبعة and ان ام سي ال اي كونكشن اب ان السبعة مرة تانية. انا تحايلت عليه فقط. لو جيت كده قلت له اي بي ادرس شو، هتفضل تلاقي اي بي فيرجن 6 ادرس موجود عندك اهو. شايف اف اي 80؟ خلاص، اف اي 80 ده بيسميه كده اللينك لوكال ادرس اللي هو موجود في نفس النتورك بتاعتك اللي موجوده دي لكنه مش راوتبل على الانترنت. خلاص، مش هيطلع بره الشبكه بتاعتك، مش هيطلع بره الباوندري بتاع الشبكه بتاعتك بكل بساطه، بتاع اللوكال نتورك بتاعتك. فانا عملت حركه صايعه جدا في الحته دي. سبت الاي بي فيرجن 6 انيبلد لان انا ما اعرفش اعمل انستول الاي دي ام من غير الاي بي فيرجن 6 ما يكون، لو الاي بي فيرجن 6 ديسيبلد، ده رقم واحد. رقم اتنين، خلاص خليت المكنه تبقى شايفه ايه؟ ان عندها اي بي في 6 باي شكل ممكن، حتى لو لينك لوكال ادرس، وده هيخليني اكمل انستوليشن عادي من غير اي مشاكل. تمام كده؟ ها الحتتين دول وضحوا ولا في حد عنده مشكله فيهم؟ ها؟ حد عنده اي مشكله في الحتتين دول؟ لا تمام يا هندسه. ماشي خلاص، كفايه كده بنج يا عم، شكرا، مش عايزين اكتر من كده. طيب لو جيت اقول له كده نيتست داش ان تي ال بي، كلام جميل. تعالى بقى كده الويب براوزر عندي واروح للاي بقى، هو اصلا من غير ما اعمل حاجه راح فتح. يا نهار ابيض، ماشي. الحته بقى اللي كنت بقول لك عليها قبل ما نخبط في المشكلتين دول اللي هي كانت ايه، بقول لك لو انت عندك اكسترنال دي ان اس، لو انت عندك اكسترنال دي ان اس والاكسترنال دي ان اس ده انت عايز تستخدمه وليكن جاب انفو بلوكس مثلا ومشغل انفو بلوكس عندك، خلاص. فانت ساعتها مضطر غصب عنك، مجبرا
ان انت او عندك الراجل الديزاينر بتاع الشبكه راح قايل لك ايه، لا يا عم انا عامل اركتكت وانا بقول لك استخدم انفو بلوكس، جاي اجباري عليك خلاص. ساعتها اتاكد بس ان الريكوردز دي تكون موجوده عندك، الريكوردز او الريكورد الشبه دي كده لازم تكون موجوده. لو الريكوردز دي وده كمان مش موجودين، الاخير ده مش موجودين، الاي دي ام انستوليشن هيضرب منك. وبالمناسبه هتلاقي في ريكورد شبهها كده الى حد كبير مع الاكتيف دايركتوري، روح بقى الريفرنس جايد بتاع مايكروسوفت وشوف فين الريكورد بتاع الاكتيف دايركتوري، وساعتها خلي عندك اكسترنال دي ان اس بس وريح راسك. طبعا انا مش بحب السيناريو ده اطلاقا خلاص، لان انا ما شفته مهما يكون السوليوشن ستيبل. يعني انا عن نفسي انا بشكل شخصي انا شايف ان انفو بلوكس مثلا هو افضل دي ان اس سيرفر موجود في العالم حاليا بدون منازع، بس ويجي بعد منه مباشره اف 5. طب الاثنين دول احسن حاجه موجودين، وانا اقول لك برضو حتى لو هم احسن حاجه موجودين في العالم فما زلت مصمم ان خلي الدي ان اس لوكال على السيرفر ده واعمل كونديشنال فوروردنج من الدي ان اس سيرفرز اللي موجوده عندك. ليه تتعب نفسك وتعذب نفسك؟ موضوع ترابل شوتينج، موضوع الدي ان اس ده والريكوردز حاجه قمه العذاب اللي في الدنيا فوق ما تتخيل. ولما بيحصل فيلير الدنيا كلها تتطربق فوق راسك بس بكل بساطه. فنصيحه شخصيه، سيب اللوكال دي ان اس سيرفيس زي ما هي واعمل كونديشنال فوروردنج لو عندك اكسترنال دي ان اس سيرفيس موجود. طيب نرجع لموضوعنا بقى، الاي دي ام 2، الاي دي ام 1 عندي اتعمل له انستول من المره اللي فاتت صح؟ لو جيت اقول له كده فاير وول سي ام دي داش داش ليست اول، والسيرفيس كانت موجوده هي الفري اي با والان تي بي والاس اس اتش والدي ان اس، الحمد لله كلام جميل. طب تعالى كده يا عم على الاي دي ام هنا التاني ده، فايرول سي ام دي داش داش ليست اول، الراجل ده هتلاقي عريان لسه ما فيش عليه اي حاجه خالص. طب على فكره انا الماشينز دي لو انت فاكر انا كنت عاملها على ريل 8 حتى مش موجود، كات اي تي سي ريد هات ريليز ده 8.1 كمان. طيب انا ممكن اعمل حاجه كده سبسكريبشن مانجر ستاتس، هل السيرفر ده سبسكرايبد ولا لا؟ يلا يا وحش انا اعتقد ان انا كنت عامل سبسكرايب للسيرفر دون، تعال كده نشوف الستاتس بتاعته يا رب ما اكونش بس حذفتها بالغلط. ماشي مس ماتشد، فمعنى كده احنا محتاجين نظبط الكلام ده هنا. طيب سبسكريبشن مانجر تعالى كده نعمل ان ريجستر، عملنا ان ريجستر، بعد ما نعمل ان ريجستر تعالى نعمل كلين كده، بعد عملنا كلين سبسكريبشن مانجر ريجستر الله وحش ده للتاني برضو كمان unknown. طيب subscription manager تعال نعمل clean كده عشان لو في عنده اي داتا قديمة، subscription manager register الحاج ده كمان. unauthorized يا مللي، تمام
تمام كده عندي ماشي تو ماشينز ريجستر دلوقتي حاليا والدنيا تمام وزي الفل. سبسكريبشن مانجر اتاتش داش داش اوتو، وده برضو نفس الحكايه سبسكريبشن مانجر اتاتش داش داش اوتو. كده يعمل اوتو اتاتش على الريل او ريد هات انتربرايز لينكس برودكت اللي هو اصلا من ضمنها الاي دي ام. فتفتكر المره اللي فاتت كنت قلت لك ان الاي دي ام اصلا ده فري اوف تشارج، ده مجاني اصلا مش محتاج تخترع فيه اي حاجه، ده جاي بلت ان مع الاوبريتنج سيستم نفسه، فانت مش محتاج اي ديديكيتد سبسكريبشن او لايسنس عشان تشغله. طيب كلام جميل كده عملناه. المفروض اول حاجه بعملها يام داش واي ابديت ان يام داش واي موديول. لو تفتكر المره اللي فاتت الاب ستريم موديول انستول كان اسمه كان اسمه ايه؟ دي ال واحد دي ال واحد يا هندسه. لا غير دي ال واحد ده كانت الجروب اللي موجود فيها، لكن انا بتكلم خليني كده يام موديول ليست جريب داش اي ايبا مش فاكر والله كان اسمه ايه. دي الواحد ده كان الستريم اي دي ام تاني. اه صح اي دي ام، انا كنت متلخبط هو ايبا ولا فري ايبا، بس هو كان اسمه اي دي ام فعلا. صح انت صح. طيب بعت لك اياه على الشات اي دي ام نقطتين دي الواحد هنجيبه يعني ما تقلقش. اه كان موجود. طيب يام داش واي ابديت يام داش واي موديول انستول اي دي ام نقطتين دي ال 1 وعندي كمان اند اند يام داش واي انستول ايبا سيرفر وايبا سيرفر دي ان اس. على الاقل انا محتاج دول كباكجز عشان اعمل لهم انستول عندي. مش هتعمل موديول انيبل مش موديول انستول؟ لو عملت انستول مباشرة بيعمل لها انيبل كمان بالسكة. اه تمام. ممكن تمشي اللونج واي اعمل انيبل وبعد كده انستول، بس انستول مرة واحدة هيعمل لها انيبل وهيعمل لها انستول كمان ورايح راسك. انجز نفسك يعني. تعالى كده نشوف عندي اي حاجه محتاجه اتعمل لها ابجريد. يام داش واي ابجريد هل عندي هنا حاجه في خلال اليومين الثلاثه اللي فاتوا دول؟ لا ربنا يدينا الصحه بقى، ده كتير قوي، ده في حاجات كتير قوي. معقوله 57 باكج في خلال كام يوم اللي فاتوا دول؟ ايه كل ايه يعني مش للدرجه دي. ده بقى الفرق الحقيقي بين حاجه زي ريد هات وسنتوس مثلا. فعلا ده الفرق الحقيقي. يعني انت لو رحت الفرق العدد الاربع خمس ايام دول وشفت كام باكج اتعمل لها ابديت، عمرك مستحيل تلاقي العدد دول كله ظهر في خلال 3 4 ايام عن سنتوس مثلا. سنتوس بتلاقيهم خدوا وقت كده وتاخروا الفتره ديت، بتلاقي فيه لاج كده عند سنتوس. انا عندي مشكله كبيره مع سنتوس في الحته دي، خصوصا لو السنتوس هو عباره عن بابليك فيسنج سيرفر، يعني سيرفر كده محطوط عريان ووصل على الانترنت على طول بشكل مباشر، مش في انترنال نتورك مثلا بيعمل حاجه داخليه. لو بيعمل حاجه داخليه مش هيفرق معايا، عليا النعمه. لو قلت لي سيرفر حتى ممكن اقول لك ما تعملوش ابديت بقاله سنه حتى، ما هقول لك مستخبي على الاقل يعني. لحد ما بيكون الموضوع مستخبي يعني، واليوزرز اللي عندك بتلاقي الدنيا كلها في عندك المونيتورنج في الشبكه كويس بتاع، فبتبقى الدنيا يعني ايه الى حد ما معقوله. لكن تجيب لي سيرفر كده ترميه وتحطه على الانترنت وانت عارف ان في هاي ريسك موجوده، والسيرفر ده ما تعملوش ابجريد او الباكجز بتاعته ما تعمل لها ابجريد كل فتره، والفتره دي ممكن يكون فيها مثلا فتره شهر ولا حاجه ولا اسبوعين،
وبقى في بابليك فالنرابيليتي، الناس كلها عارفه ان في فالنرابيليتي اسمها اكس، والفالنرابيليتي دي السيفيريتي بتاعتها مثلا 9 ولا 10، وساب السيرفر ده كده، دي مصيبه بالنسبه لي، دي مصيبه، دي واحده من العيوب القاتله اللي ممكن تلاقيها مع اي ديستريبيوشن تانية. هتلاقيها مش موجوده في 2 3 ديستريبيوشنز بس، زي ريد هات مثلا، تحديدا ريل، عشان ما نتكلمش الحاجات دي، ريل هتلاقيها موجوده برضو عند الناس بتوع ديبيان. خلاص، مين تاني؟ هتلاقيها موجودة عند سوزا، بس سوزا مش هتلاقيها بسرعة ديبيان وريد هات. أنا من عشاق ديبيان الصراحة، يعني أنا تقريبا كل البيرسونال وورك بتاعي على ديبيان. أعتقد إن ديبيان هي واحدة من أكتر الديستريبيوشنز اللي ستيبل موجودين في العالم. لا تقول لي بقى أوبونتو ولا أي حاجة تانية. هي كوميونيتي ديستريبيوشن، ومن أفضل الاستابيليتيز اللي هتلاقيها موجودة هي موجودة على ديبيان دي. طيب، نرجع لموضوعنا بقى اللي إحنا كنا شغالين عليه. الحاج التاني ده خلص اهو ابجريد، المفروض يبدا دلوقتي على الاي دي ام انستليشن او الاي دي ام باكج انستليشن تحديدا. يلا وحش، var log مش محتاج اصلا فيم، انا ممكن اعمل كده سي دي. بص يا سيدي بقى، عندي اللوجز اللي موجوده مع الاي با سيرفر اللي عندك. خلاص، اللوجز اللي موجوده على الاي با سيرفر هتلاقي في عندك لوج فايلز مختلفه. طيب تعال كده نبص عليها واحده واحده كده. اولا، لما تيجي تعمل انستول للسيرفر هتلاقي اللوجز بتاعت السيرفر بترمى في الملف ده، اي با سيرفر داش انستول دوت لوج. هنا هتلاقي كل حاجة حصلت لما جيت تعمل انستول لمين؟ للايبا سيرفر نفسه بالتفصيل الممل. طبعا عايز اقول لك حجم الملف ده كبير جدا، يعني الملف ده 42000 سطر اتعمل لهم لوج. تخيل 42000 سطر اتعمل لهم لوج وانت بتعمل انستول للاي دي ام بس مجرد انستوليشن. فتخيل حجم التشينجز اللي حصلت عشان يعمل انستول للاي دي ام. شوف السكيما بتاعت ال ال داب، لما لو جيت شفتها هنا كده هتتخض من حجم السكيما. شايف السيت اب بتاع الكيربروس، كل حاجه بالتفصيل. فلو حصلت معاك مشكله وانت بتعمل انستول، ها ممكن ترجع للملف ده كده تبص عليه وتشوف ايه اللي موجود فيه. ده رقم واحد، تمام كده. رقم اتنين، سيب ده شغال كده مع نفسه. انا قلت لك ان الايبا سيرفر بيكون كلاينت لنفسه، فاكر؟ فانت لما بتنستول الايبا سيرفر اوتوماتيك بينستول الكلاينت باكج وبيرجستر نفسه ككلاينت لنفسه كسيرفر. خلاص، طيب كلام جميل. هتلاقي بقى معلومات الكلاينت موجوده محطوطه في الملف ده. فلو انت بتجيت ريجستر اي كلاينت عندك والكلاينت ده فرقع في وشك وانت بتعمل انستول، ممكن يكون مش قادر يوصل للدي ان اس، الاوتو ديسكفري فيتشر مش شغاله مثلا. خلاص كده، او جه يعمل ريجستر مع السيرفر حصلت مشكله ما، ما اعرفش هي ايه. خلاص، ارجع للملف ده، ابدا بص عليه كده، القى عليه نظره وبص عليه شوف ايه اللي بيحصل. ماشي كده، ممكن يكون اليوزر نيم والباسورد اللي انت بتدخلهم بتريجستر بيهم المكنه دي مع الدومين، اليوزر نيم والباسورد غلط مثلا، ما اعرفش ايه المشكله اللي ممكن تحصل. بس لما تيجي ترابل شوت هترابل شوت الملف ده. طيب كلام جميل، ايه تاني عندك يا سيدي؟ الدايركتوري سيرفر. انا قلت لك ان الدايركتوري سيرفر عندك، او ان كل المعلومات بتتخزن في قلب الداب داتابيس، هي الدايركتوري سيرفر اللي موجود عندك. هتلاقي في الدايركتوري سيرفر بقى شويه ملفات كده حلوين، ربنا يديك الصحه عليهم. خلاص، ابدا بقى دور على الملفات دي وشوف الاكسس، مين اللي عمل اكسس، كونكشنز جايه منين، كل ده هيفيدك جدا وانت بتعمل ترابل شوت. خلاص كده، طيب كلام جميل. هتلاقي عندك ملفات مثلا زي اوديت مفيش فيه اي حاجه، هتلاقي عندك ملفات زي ايرورز، لو في اي ايرور للدايركتوري سيرفر هتلاقيها موجوده هنا. خلاص، معظمها انفورميشنال او نوتس، مفيش اي ايرور حتى الان ماتشد.
وفي ايرورز موجوده هنا اهي. ده اعتقد ده وقت الانستوليشن، ده بيقول لك نو سيمتريك كي فاوند فور سايفر مش عارف ايه اتمبتنج تو كرييت وان، فده غالبا كان وقت ما عمل الانستوليشن كان في شويه ايرورز لحد ما عمل ايه امبورت للسكيما بتاعتك. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. ايه تاني يا عم الحاج عندنا؟ عندك يا سيدي كمان بي كي اي، بي كي اي سي اي ده كل حاجة عندك مرصوصة بالتفصيل الممل بتاعها. طيب كلام جميل. فانت هتلاقي عندك كده شوية ملفات موجودة حتى للاباتشي ال HTTPD، HTTPD هتلاقي فيه الاكسس لوج والايرور لوج والاس اس ال ريكويست، كل حاجة بالتفصيل الممل بتاعها اهو. ماشي كده؟ طب ملفات اللوجز دي هتفيدك جدا وانت شغال، لو حصل اي حاجه وعايز ترجع لها ارجع لملفات اللوجز، شوف المشكله فرقعت في وشك فين بالظبط، هل الويب سيرفيس مش شغاله ولا هي الدايركتوري سيرفيس مش شغاله ولا ايه بالظبط اللي ايه اللي مش شغال معاك. طيب كلام جميل. ايه تاني؟ كده لو جيت اقول له كده بينج اي دي ام 01.linux دوت مصطفى دوت كوم، ها هل بقدر اعمل ريزولف؟ بقدر اعمل ريزولف. ليه بقدر اعمل ريزولف؟ لان فاكر من شويه لما جيت اعمل النتورك سيتنجز كنت قلت له ان البرايمري دي الناس بتاعي هو مين؟ هو الاي دي ام واحد، يبقى الاي دي ام اتنين شايف الاي دي ام واحد كبرايمري دي ان اس ويحطها كده بين قوسين مؤقتا، حطها بين قوسين مؤقتا. خلاص كده؟ طيب كلام جميل. طب الخطوه اللي جايه بعد كده، الخطوه اللي جايه بعد كده ان انا سيت اب الايبا انه يبقى ريبليكا من السيرفر الاولاني. يبقى كده الخطوه الاولانيه بتاعتي خلصتها ان السيرفر الاولاني كان شغال، الخطوه الثانيه بتاعتي ان انا اسيت اب الاي دي ام 2 انه يكون ريبليكا من الاي دي ام الاولاني. طيب الاي دي ام 1 كان ايه اللي عندي معمول له انستول؟ لو جيت اقول له كده نت ستات داش ان تي ال بي، بص هتلاقي عندك كيربروس في كي ادمن هنا اهو كيربروس ادمن، هتلاقي في عندك دي ان اس موجود، هتلاقي في عندك كي دي سي، ايه تاني عندك يا سيدي؟ دايركتوري سيرفيس موجوده خلاص، و اتش تي تي بي سيرفيس موجوده. ماشي كلام جميل. وفي عندي 80 80 ده اعتقد ده اللي شغال عليه ال سي اي. طيب netstat داش ان يو ال بي، عندي ال ان تي بي كمان موجوده. طيب كلام جميل. وعندي الدي ان اس برضو موجود. طيب معنى كده ان انا محتاج اسيت اب الريبليكا ما بين السيرفر 1 وسيرفر 2. طيب عشان سيت اب الريبليكا ما بين سيرفر 1 وسيرفر 2 فانت في عندك خطوه لازم تعملها الاول. على سيرفر 1 كده لازم تقول له فايرول سي ام دي داش داش اد سيرفيس اللي اسمها فري ايبا ريبليكيشن. خلاص طبعا خلي لي الكلام ده بيرمننت. الفري ايبا ريبليكيشن ده لو جيت بصيت للديفينيشن فايل بتاعها هتلاقيه في يوزر ليب فايروول سي ام او فايروول دي سيرفيسز، صح كده؟ سيرفيسز فري ايبا ريبليكيشن، هتلاقي البورت اللي بيحصل ريبليكيشن عليه عندك. الريبليكيشن ما بين السيرفرز بيتم على عن طريق بورت 7389 وده تي سي بي بورت. خلاص كده؟ ماشي تمام. ادي كده اول خطوه. الخطوه الثانيه اجي هنا كده وانيبل برضو نفس الحكايه، اقول له كده فاير وول سي ام دي داش داش اد سيرفيس. طبعا اوتو كومبليت عندي مش شغال فده عذاب العذاب، انا ممكن اعمل يام انستول فيم باش كومبليشن ونت تولز داش واي بدل وجع الدماغ ده كله. وطبعا بدل ما اعمل لوج اوت ولوج ان مره تانية ممكن ريلود كل حاجه مره تانية كده
لو جيت اقول له دلوقتي فايروول سي ام بي داش داش اد سيرفيس اوتو كومبليت اشتغل معايا، ممكن اقول له كده فري ايبا 4 وفري ايبا ريبليكيشن، وعندي كمان هضيف الدي ان اس والان تي بي دي ان اس، وهضيف كمان عندي الان تي بي، اقول له كده فاير وول سي ام دي داش داش ران تايم تو بيرمننت، ممكن اقول له كده فاير وول سي ام دي ليست اول، تمام كده، ويبدو ان هو شغال من غير اي مشاكل الحمد لله عندنا حتى الان. طيب ممكن اقول له كده ايبا، ايبا كل الكوماندز اللي موجوده عندنا هنا هتلاقيها ظاهره قدامك. ممكن اقول له كده ايبا سيرفر فين يا سيدي، او ايبا ريبليكا انستول، ايبا ريبليكا انستول، ممكن اقول له كده داش داش هيلب، هات لي عامل الهيلب بتاعك. والله العظيم ثلاثه ان انا عمري ما فكرت ان انا احفظ اي اوبشن من الاوبشنز دي، حتى لو داخل امتحان بروح كده يا اما على الدوكمنت على الجايد نفسه اخد كوبي بيست، يا اما الكوماند داش داش هيلب واجيب الاوبشنز اللي انا عايز زي ما انا عامل معاك. عمري في حياتي ما فكرت ان انا احفظ حاجه زي كده، فواحد فيكم يتقبل في راسه ويفكر يحفظ حاجه من دي، ده يبقى جنان رسمي. ممكن اخد الاوبشنز اللي انا عايزها من هنا كده ارصها له، ممكن اقول له كده سيت اب سيرتيفيكت اوثوريتي، واقول له كمان يا عم خد عندك سيت اب الدوك تاج سيرتيفيكت سيرفر كمان كي ار اي، وابدا ايه كمان، ارجع لي هنا كده سيت اب دي ان اس، ممكن اقول له كمان يعمل اوتوماتيك هوم دايركتوري كرييشن لليوزرز. ايه تاني يا سيدي ممكن احطه هنا؟ ممكن اقول له كده allow zone overlap لان انا عندي دومين هو اصلا مش بتاعي واحنا واخدينه كده ماشي، ممكن اقول له كده reverse zone بتاعتي زي المرة اللي فاتت، طبعا في هنا space كده عشان ما نغلطش، reverse zone بتاعتي كانت 44.10.n address دوت أربعة، خلاص. ممكن أقول له فين يا سيدي عندي allow zone overlap و reverse zone، ممكن أقول له كده الفورواردرز بتوعي زي ما عملنا المرة اللي فاتت، هعمل فورورد لكل حاجة عن طريق الحاج جوجل دون، او فورورد كل الريكوستس اللي انا معرفش عنها حاجة لحاج جوجل دون. مين تاني يا سيدي؟ اعتقد ان انا كده كفاية. انا كده هحاول اسيت اب السيرفر ان هو يكون ريبليكا صح؟ حد يرد عليا كده، انا بحاول اسيت اب السيرفر ان هو يكون ريبليكا، بس خلي بالك انا في عندي مشكله، هو اي حد كده معدي في الشارع ممكن من حقه ان هو يعمل ريبليكا؟ بالعقل كده سؤال للناس اللي عندها مخ شويه، هل كده اي حد معدي في الشارع اي مكنه احطها عندي على الشبكه ويكون لها اكسس على البورتس دي من حقها ان هي تروح تعمل ريبليكا، ولا المفروض المكنه دي الاول يكون معاها كده شويه كريدنشال تسمح لها ان هي تريبليكيت من البرايمري او من الاي دي ام سيرفر اللي موجود عندي؟ تعالى كده نعمل كومنت للكوماند ده مش هننفذه، خلاص كده خدنا كومنت. قبل ما تعمل اي حاجه انت المفروض تعمل خطوه واضحه، ايه الخطوه الواضحه دي؟ المفروض تنستول الايبا كلاينت الاول، تجوين الاي دي ام اللي موجود، وبعد ما تعمل جوين تاخد تيكت كادمن، مش اي تيكت، تاخد الادمن تيكت، وبناء على الادمن تيكت دي هيبقى معاك بريفليج الادمن، ساعتها ممكن تريبليكيت الداتابيز. من غير ما تعمل كده فانت حرفيا عمرك ما هتقدر تعمل اي حاجه. يبقى المفروض الخطوه الاولانيه عندي ان انا اعمل ايه؟ ان انا انستول ايه؟ او اجوين الدومين، انستول الكلاينت باكج واجوين الدومين، دي اول واحده.
هنا بيقول لي الديسكفري was successful، ده لان انا باخد معلومات الدي ان اس من مين؟ من البرايمري سيرفر. فاكر؟ عشان كده كان في حد فيكم بيسال من شويه، هو صح اللي انا عملته ان انا خليت الاي دي ام 2 كلاينت او دي ان اس كلاينت الاي دي ام 1؟ اه المفروض اصلا تعمل كده في البدايه وحطها بين قوسين، لان احنا هنعدل ده بعد ما نخلص الانستوليشن كمان شويه. خلاص بيقول لي انتر ان تي بي سورس سيرفر ادرس سيبريتد باي كوماز اور بريس انتر تو سكيب، انتر تو سكيب، انتر ان تي بي سورس بول ادرس، مش محتاجه في حاجه. ده بيقول لي معلومات الدومين بتاعتك اللي موجوده عندك، عايز تكونفيجر السيستم بالفاليوز دي، هقول له اه شكرا. بيقول لي بقى مين اليوزر الاوثورايزد ان هو ينرول الماشين دي للدومين. اليوزر عندي كان اسمه ادمن وادي الباسورد بتاعته، وبدا الراجل ده يعمل انرول للايه للماشين دي ككلاينت ماشين على الدومين. يبقى دي كانت الخطوه الاولانيه. الحمد لله بيقول لي الايبا كلاينت انستول كوماند والسكسسفول، وده علامه مبشره جدا عندي. دي الخطوه الاولانيه. الخطوه الثانيه عندي ان انا اقول له كده، لو جيت اقول له كده كي ليست كيربروس ليست، هيقول لي مفيش عندك اي كريدنشال من الكيربروس، مفيش معاك اي تيكت من الكيربروس. طب خلاص هقول له كده كي انت ادمن، انا عايز اخد تيكت بالرول بتاع اليوزر اللي اسمه ادمن. قال لي طب اديني باسورد الادمن ده يا عم. لو جيت اقول له كده كي ليست دلوقتي، قال لي بص آه انا مديك الكيربروس تيكت بالبرنسبل او بتاع الاكونت اللي اسمه ادمن ات لينكس مصطفى دوت كوم. خلاص معنى كده دلوقتي ان انا معايا بريفليج الادمن على الماشين دي. اول ما يكون معايا بريفليج الادمن، فانا بقول لك انت ادمن، يعني انت معاك كل حاجه، من حقك ساعتها تعمل ريبليكيت اللي انت عايزه، برطع بقى براحتك للصبح. خلاص كده يبقى ساعتها ممكن اقدر اعمل ايه، اسيت اب الايبا ريبليكا انستول ده، وتعالى كده نجرب ونشوف هيفرقع في وشنا ولا لا. بيقول لي خلي بالك انا في عندي مشكله موجوده اللي هي ايه، بيقول لي اللوك اب فيلد بريفيرد هوست اي دي ام داش 02 دوت لينكس دوت مصطفى دوت كوم دازنت بروفايد دي ان اس. بيقول لك الريفرس دي ان اس ريزولوشن للادرس ده فيلد. اوبا بقى كده عندنا مشكله موجوده، ان انا اصلا لو جيت عملت كده ريفرش للزون دي، هتلاقي عندك لما عملت ريجستر للكلاينت راح ضايف ايه ريكورد في الفورورد زون. شايف كده اهو، عمل ايه ريكورد في الفورورد زون، لكنه ما عملش ايه ريكورد في مين، في الريفرس زون. تعالى كده نروح للريفرس زون اللي موجود عندي، دي ان اس زونز، الزون اللي اسمها 1044. بص كده عندك ايه اللي موجود، ما اضافش اي دي ام 2، ودي مشكله موجوده عندي. فالمفروض انا اروح بايدي كده اضيف الايه، تعالى هنا كده، ده هيكون نوعها بي تي ار ريكورد، ده بي تي ار ريكورد، وده الهوست نيم بتاعي. طبعا هعدله بدل اي دي ام 01 المفروض يكون اي دي ام 02، والحج ده الاي بي بتاعه 133.129. طب بقيه الاي بي يا عم 10 كان 10.44.129.133، ما بقيه الاي بي اصلا محطوط في الزون اهي، اهو شايف موجود اهو قدامك، فانت مش محتاج تضيفه. اد كده للحج ده، خلاص كده اتضاف. طيب تعال نرجع هنا على الزون دي، هقول له كده لا ما تكملش، هوقف الانستوليشن. ممكن اقول له كده ديج داش اكس 10.44.129. الاول تعالى كده نجرب البرايمري دي ان اس، اه ده له ريكورد هنا اهو، وتعالى نجرب اللي انا عايز اخليه السكندري عندي موجود برضو اي دي ام 2 اهو، السكندري اي دي ام او الاي دي ام الثاني عندي ايه، هو كمان بقى له ريفرس ريكورد وبيقدر يرزولف الكلام دون من غير اي مشاكل. شايف وواخد كوكي كمان والدنيا تمام زي الحلاوه معاه. طب كلام جميل، تعالى كده نبدا نجرب انستول مره تانية. خلي بالك بيجي انستول مش بيروح يبص على ملف اي تي سي هوستس. خلاص شايف وكده بدأ الانستوليشن بتاعه من غير أي مشاكل، الحمد لله.
كده هيبدأ ايه يريبليكيت كل حاجة من البرايمري سيرفر، كل حاجة بيبدأ دلوقتي يعمل لها ريبليكيشن. ما تقلقش هياخد وقته، سيبه ياخد فرصته للآخر. طبعا مش محتاج اقول لك ان العملية دي عملية مكلفة جدا وهتاخد منك على الاقل على الاقل حوالي 10 دقايق. يعني لو انت السيرفر بتاعك، متنساش برضه السيرفر بتاعنا امكانياته على قده، انا كنت مديله 4 جيجا رام بس مشغل كل حاجة عليهم، فطبعا انا كنت بستهبل يعني، بس هيشتغل يعني 4 جيجا رام هتقول يعني ده كله عبارة عن تيست انفايرومنت يعني. قديش شايف؟ الريكومنديشن هندسة؟ ريكومنديشن للرام قديش؟ لا الريكومنديشن بقى ساعتها المفروض تعتبر عدد اليوزرز اللي موجودين عندك، ومش ساعتها مش اليوزرز بس، لا الاكتيف يوزرز. في بعض الاحيان بتبقى مشكلتك مش في الرام ولا في البروسيسور قد ما مشكلتك في الديسك اكسس، فانت ساعتها بتضطر ان انت تروح ترمي مثلا اس اس دي تحط عليه الدايركتوري سيرفر. فالسيناريوهات هنا هتختلف، احيانا بيكون عندك مشكله في الرام، احيانا بيكون عندك مشكله في الديسك، فانت لازم تكون عند عامل سايزنج محترم للانفايرمنت دي. وطبيعي لما تكون رايح تعمل امبلمنتيشن معينه بتسال الناس اسئله واضحه وصريحه، ها عندكم كذا ولا لا؟ طب لو عندكم كذا دول ان العدد بتاعه قد ايه؟ وصلت؟ رايح مؤسسه معينه عندهم وليكن 300 سيرفر، بتسالهم السيرفرز دي هتاوثنتيكيت او هتاخد تيكتس من الكيربروس، ولا السيرفرز دي هتشتغل ازاي، ولا هتشتغل من ال دب على طول بشكل مباشر؟ طب لو خدت من ال دب بشكل مباشر هل محتاج تعمل لها ريستريكت معين وتعمل فلتر في ال دب دون، ولا ايه ظروفك؟ طيب انت متوقع كام كويري بير سكند؟ طب اليوزرز اللي عندك كام يوزر؟ فانت بتقعد تسال اسئله كده، وبناء على الاسئله دي بتبدا تحط الديزاين بتاعك.
بص لو رجعنا هنا اعتقد المفروض نلاقي الريكوردز هنا بدأت تظهر. لسه برضو ما ظهرتش، ثواني بس عليها. بص عندنا كده ايه اللي حصل، بص للريكوردز، كل الريكوردز هتلاقي اتعمل منها نسختين مباشرة دلوقتي. الريبليكيشن عندنا تم خلص والحمد لله. خلاص اول ما الريبليكيشن يخلص هتبص كده مباشرة، بص النيم سيرفر الريكوردز هتلاقي واحد الاي دي ام واحد، واحد الاي دي ام اتنين، التي اكس تي ريكورد ده بتاع الدومين نفسه، الاس ار في ريكورد هتلاقي واحد واحد شبهه بالظبط للسيرفر التاني. ها حتى نفس الحكايه الاي دي ام واحد واي دي ام
اي دي ام 2 شايف، هتلاقي كل ريكورد في واحد شبهه للسيرفر الثاني اللي شبهه، وهتلاقي السي اي سيرتيفيكت اوثوريتي الاي با سي اي هتلاقي فيها بيعمل دي ان اس راوند روبن ما بين السيرفرين، شايف؟ تمام كده. فكده ايه الحاجه اللي موجوده عندنا كنت عايزك تشوفها. في عندي كمان الاي با سيرفر كده لو عايز تشوف حاله ريبليكيشن، كانت في اعتقد توبولوجي موجوده، التوبولوجي جراف كده بص عليه. التوبولوجي جراف ده ممتاز جدا، بيقول لك الريبليكيشن عندك للسيرتيفيكت اوثوريتي، بيقول لك في تو واي ريبليكيشن موجود هنا. ما بين الاي دي ام 1 والاي دي ام 2، وفي عندك كمان ريبليكيشن او في تو واي ريبليكيشن موجود ما بين مين؟ الدومين سيرفيس اللي موجوده عندك. طيب كلام جميل. برضو نفس الحكايه لو جينا هنا، لو جيت اقول له كده مثلا عايز اشوف الدي ان اس بيعمل ريبليكيشن للدي ان اس ولا لا، سي دي فار نيم دي دايناميك دايناميك او دايناميك داتابيز اعتقد تهيألي هنا، سي دي ايبا يا ممل انجز ماشي. بص الزونز اللي موجوده عندي اهي، مش دول الزونز اللي كانوا موجودين فين؟ اللي كانوا موجودين عند الماستر صح؟ لو جيت اقول له كده فيم لينكس دوت مصطفى دوت كوم اهو، ايه ده فين الدي ان اس ريكورد؟ هقول لك بس استنى، بس استنى، هي دي الدي ان اس ريكورد والله، ما تتخضش ما تتخضش يا حاج، ابوس رجليك. امال هي الدي ان اس ريكورد طالعه بالمنظر ده ليه؟ ما اعرفش حد فيكم عارف ولا لا، ان الفيرجنز الجديده بتاعه بايند بتاعه الدي ان اس بتبقى معموله باينري. حد فيكم عارف ليه؟ النيو فيرجنز بتاعه الدي ان اس بتبقى باينري، وبتبقى باينري لسبب، لان الباينري بيكون اسرع بكتير جدا من ان هي تكون عباره عن تكست في عمليه البروسيسنج. فلو عندك الريكورد دي، عندك ريكوردز كبيره جدا، وليكن 1000 ريكورد مثلا، 2000 ريكورد، تخيل يكون ايه اسهل لبايند، ان هو يقراها كتكست ولا يقراها كايه؟ كباينري. اكيد يقراها باينري طبعا، مفيش اي كلام. خلاص كده. طبعا انت ممكن تعدل البايند كونفيجريشن عشان بدل ما يخزن كل البيانات دي كباينري يخزنها كتكست، ماشي؟ فانت ممكن تعدل الكونفيجريشن بتاع مين؟ بتاع الحاج بايند atcnamed.conf، هتلاقي طبعا كل التفاصيل اللي موجوده عندك هنا من غير اي حاجه، من غير اي مشكله عندك. خلاص كده. طيب كلام جميل. ايه تاني يا سيدي موجود؟ ايه تاني اللي موجود كنت عايز اوريه لك هنا؟ بص كده للسيرتيفيكتس اللي موجوده عندك. انا مش قلت له اعمل سيت اب للسيرتيفيكت اوثوريتي على سيرفر 2؟ وبص هنا كده كمان، شايف؟ طيب كلام جميل. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت الاي با سيرفر 1 وعملت الاي با سيرفر 2، كده لسه ناقصني حاجه واحده بس. خليك فاكر لما قلت لك ان دي ان اس عندي، انا عدلت الدي ان اس كده كانت اي تي سي ريزولف دوت كونف. ليه في مشكله في الكونكشن عندي؟ واكيد اكيد في اي بي ادرس كونفليكت مره ثانيه، دي حاجه احنا
المفروض نكون متأكدين منها 10 44 129 133. طيب خلينا نخش كده نشوف مين المكنة اللي هياخد الاي بي ده تاني. طيب ممكن اقول له كده اي بي ايكوال تو 10 44 129 133. طيب خليني كده ادور على كل الفيرتشوال ماشينز هنا. اضغط على الاكس اللي جنب البحث. عشرة 44 129. لو حد لمحها كده فيكو يقول لي. ماشي. طيب خلينا نجرب مرة تانية كده. راجع مرة تانية الكونكشن،
الحمد لله. بس اكيد اكيد ان كان في حد خد نفس الاي بي ادرس بتاعنا واحنا شغالين، فاحنا كيكد اوت وبعد كده رجع مره تانية غير الاي بي. ده اكيد دي حاجه مؤكده بالنسبه لي يعني، مفيش فيها نقاش يعني. خلاص طيب بينج كده برضو نفس الحكايه. لا لسه في مشكله موجوده برضو نفس الحكايه، في جهاز بياخد الاي بي ده. في حاجة بتاخد الاي بي ده. ماشي، بيقول لي هنا اي دي ام 2 ده الهاردوير ادرس بتاعه 0.01. ما اصلا كنا شفنا اي اف كونفيج بتاع الماشين دي، مش فاكر، اعتقد كنا شفناها بس مش عارف تظهر ولا لا، مش متأكد. ثلاثة تسعة ثمانية ثمانية 3988. عايزين نشوف مين بقى، هل الماك ده بيتغير ولا لأ. ودلوقتي احنا كونكتد. طيب خلينا ورا الاخر ما نشوف هيعمل ايه. طيب نسيت والله كنت هعمل ايه. نسيت، ممكن اجي هنا كده. طيب احنا بقى عشان نرتب للمره اللي جايه بتاعتنا، عشان نرتب المره الجايه بتاعتنا ايه اللي احنا المفروض نعمله. تعالى كده اشيل المكنه دي، ملهاش لازمه عندي حتى، مش محتاجها في حاجه. تعالى اعمل لها ريموف بالكامل، وتعالى يا سيدي اخليني اعمل فيرتشوال ماشين تانيه. بس الفيرتشوال ماشين دي هتكون ماشي مش معتمدة على تمبلت. خلينا بروفيجن فيرتشوال ماشين جديدة. ده عبارة عن سيرفر، والسيرفر ده يا سيدي تعال نديله اسم كده بي في ام، طب اسم كده واسميها وين سيرفر 2016 مثلا، 2012 2016 مش تفرق معايا اي واحد فيهم. والنيك هديله انترفيس في الريف ام نتورك اهو. خلاص ماشي، اديت لها النتورك انترفيس. الكونسول بتاعها هيكون عبارة عن في جي اي. محتاج الهوست ده او البوت اوبشنز بتاعته، هاتاتش سي دي واقول له السي دي بتاعتك عبارة عن سي دي روم، وهاتاتش ويندوز سيرفر ماشي كده. اعتقد ان احنا كده تمام، كنا اقول له كده اوكي. ودي الماشين بتاعتي اهي. تعال نعمل لها ايديت، تعال نضيف لها ديسك كده عندنا نيو ديسك هون. الديسك ده وليكن خليه لي 100 جيجا ماشي. خليه لي يا سيدي ثين بروفيجند، وبلاش فيرت اي او، خليهولي اي دي اي ديسك، ديسك عادي. ايه تاني؟ خلصنا كده اهون.
انا كان عندي كنت حاطط لها نتورك انترفيس ولا لا مش فاكر والله. اه كنا حاطط لها نتورك انترفيس. تعالى كده اعمل اديت النتورك انترفيس ده. نتورك انترفيس ده خليه لي ار تي ال ماشي كده. كده اديناها نتورك انترفيس، اديناها ديسك. السي بي يو انا نسيت اصلا كنت مديها سي بي يو قد ايه والله، حتى الميموري كمان نسيت. طيب ده كان اوبتمايزد السيرفر، وده نوع الاوبريتنج سيستم بتاعي كان عبارة عن ويندوز. تعالى كده نشوف ويندوز هنا، ويندوز سيرفر 2016. ايه تاني؟ السيستم بتاعي كان، خلينا نديله كده 8 جيجا. ماشي. كام كور؟ خلينا نديله 4 كور. حلو جدا عليه، اعتقد ان احنا كده ادنا له حقه تالت ومتلت. مش تعال باور اون الفيرشوال ماشين دي. الفيرشوال ماشين دي هحضرها عشان المره الجايه استخدمها كدايركتوري سيرفر بس، فهعمل لها بيزك انستوليشن. المره الجايه نبدا ننتجريت ما بين الاي دي ام 1 والاي دي ام 2، وما بين مين المكنه الويندوز الاكتيف دايركتوري. هنعمل لها بس بيزك انستوليشن عشان نوفر وقت للمره اللي جايه. ممكن اقول له كده هات لي الكونسول بتاع الماشين دي اهي، والكونسول بتاع الماشين دي كده. تعال روح للترمينال عندي. ممكن اقول له هنا كده الحمد لله فتح الكونسول، وكده هبدأ اعمل انستوليشن بتاع ويندوز. هعمل بيزك انستوليشن مش هخترع فيه اي حاجة خالص. طبعا هنستول الكلام ده مع جرافيكال انترفيس. بدأ انستوليشن اهون. عادة الانستوليشن مش هيكمل تقريبا 5 دقايق، ويمكن اقل كمان. اعتقد الاستورج عندي تبقى سريعة كفاية ان هي تخلصنا في الموضوع دون. على ما هو يخلص النقطة اللي كنت بقولك عليها، كانت أنا كنت قلت لك هنا إن وأنا كنت بانستول الكلاينت على الماشين دي، أنا كنت عملت السيرفر بيبص على مين؟ على اي دي ام واحد. بص كده كويس إيه اللي حصل للسيرفر هنا، واخد بالك؟ بعد عملت انستوليشن بص النيم سيرفر إيه اللي حصل له؟ هل أنا غيرته أو جيت جنبه؟ والله العظيم ما غيرته ولا جيت جنبه ولا لمسته حتى ولا الهوا، تمام كده؟ طيب حاجه كده كبيست براكتس بقى، يعني بص مش الاثنين اصلا ريبليكا لبعض؟ بما ان الاثنين ريبليكا لبعض فاللي موجود على اي دي ام 1 هو الموجود على اي دي ام 2. طيب هفترض معاك اسوأ سيناريو ان اي دي ام 2 وقع. اي دي ام 2 مش كل الماشين وقعت، لا انا بكلمك على سيرفيس معينه منها، وليكن الويب سيرفيس اللي بتخليك تمانج الايبا. مش هقول لك كده بس، الايبا كلها وقعت، كل السيرفيس بتاعت الايبا وقعت. ها مش الماشين دي اصلا كلاينت، تعتبر كلاينت من وسط الكلاينتس اللي في الدومينز، صح؟ مش هي نفسها كلاينت للدومين؟ الايبا دومين موجود عندك دول، هي نفسها كانت كلاينت اصلا، صح؟ طب بما انها كلاينت المفروض ان هي تروح برضه تسال الدي ان اس. طب هو الدي ان اس موجود على مكنه واحده ولا اتنين؟ المفروض موجود على الاتنين. فانت المفروض تقول الاي دي ام انت هتريزولف من نفسك
ولو ما عرفش تريزولف من نفسك روح للاي دي ام واحد، وتروح تقول لاي دي ام واحد انت هتريزولف من نفسك، ولو ما عرفتش تريزولف روح اسال اي دي ام اتنين. وصلت؟ فانت المفروض تعمل العكس على السيرفرين الاثنين عندك هنا. لو جيت اقول له هنا كات اي تي سي ريزولف دوت كونف، المفروض اقول له كده ان ام تي واي، واروح اعمل ايديت، ايديت للكونكشن، وهاجي هنا كده اقول له راح فين يا سيدي. اولا انا الدين اس سيرفرز اللي موجودين عندي هنا مش اربع ثمانيات، انا المفروض الدي ان اس اللي عندي موجود 127.0.0.1 127.0.0.1، وعندي كمان هضيف مين السيرفر الثاني بتاعي اهو. كويت ان ام سي لاي كونكشن داون اي ان 7، ان ام سي لاي كونكشن اب اي ان 7. جيت اقول له كده كات اي تي سي ريزولف دوت كونف، برضه مش راضي يغير. طب السيرفر التاني لو غيرنا هيغير؟ تعال نجرب كده nmtui edit edit. يا باشمهندس لقيت فايدة الـ DNS التاني اللي هو مثلا عند الـ IDM في السيرش، راح يبحث على اللوكال هوست، بعدين لو ما لقى راح يبحث على الـ IDM التاني، مظبوط؟ IP التاني. معايا هندسة؟ باشمهندس حتى خد باله من حاجة. أنا عمال أعدل يا عم الحاج من الصبح في الدي ان اس كونفجريشن، صح؟ الناس نامت ولا إيه بالظبط؟ معاك يا هندسة. ها الناس معايا ولا نايمين؟ حد خد باله من الحتة دي؟ ما سمعتش والله اي صوت لسبب ما، يعني ما اعرفش السماعة ازاي فصلت، ما اعرفش ازاي، انا في وسط ما انا شغال ما اعرفش والله اتقفلت امتى او ازاي، يعني التاتش بار عندي او اقول لك ايه، كل كنترول عندي تاتش خلاص، فغالبا انا لمسته من غير ما اخد بالي، يعني معلش الماك والخوازيق بتاعته، يعني ما علينا. احنا حكينا لك نفس الشغله اللي تعمل ريستارت. ما انا والله انا فعلا انا شغال، حتى الصوت كله انا شغال كله تاتش، ما يعني عندي تاتش بار بتحكم في كل حاجه، فغالبا انا لمسته من غير ما اخد بالي، يعني انا ما خدتش بالي حتى منها. طيب حد خد باله من الحته دي؟ باشمهندس الاخر حاجه انا عملتها دي يا عم الحاج، انا عدلت بايدي بشكل مانيوال وانا روت، ورحت عدلت الدي ان اس كونفيجريشن، جيت ابص على ريزولف دوت كونف ما تعدلش، يا نهار ازرق ايه ده، ده ما تعدلش. انت الحته دي مش مخلياك كده تسال نفسك سؤال،
هو الاي دي ام بيحاول يخليك يخليلك الحاجات دي ما تتعدلش. ليه؟ هو بيحاول يفهمك كده، يقول لك يا بني ادم يا عم الحاج ابوس رجليك، ما تحاولش تعدل الكونفيجريشن ده، هو دي ان اس سيرفر وبيعمل فورواردنج، سيبه في حاله ومالكش دعوه بالكونفيجريشن ده، ما تعدلش وما تجودش من دماغك بكل بساطه والله العظيم. فشوف تقعد تقول لي بقى انا اروح للاي دي ام 2 واخليه يروح يجيب من الاي دي ام 1، واروح للاي دي ام 1 واخليه يجيب من الاي دي ام 2. بص احيانا كنت بفكر فيها كده، يعني انا ممكن اعدل الملف ده بشكل مانيوال، يعني انا ممكن اكون اجريسيف واعمل حاجه زي كده vim etc-resolve.conf. خلاص هنا كده، وهقول له كده name server 127، مش 127 بقى، كان اسمه كام؟ 1044 129 صح، 132. واجي اقول له كده ch attribute plus i ل etc-resolve.conf ls-letc-resolve.conf. خلاص الحاجة موجودة جواها هي. بص كده تحت قال لك ايه؟ قال لك ده بقى read only. خلاص انسى ان اي حد يعدل فيه، لا تقول لي بقى network manager ولا مش network manager، خلاص انسى الكلام دول. بغض النظر بقى انت معاك root privilege، انت network manager مش network manager، الملف ده يفضل زي ما هو كده، محدش هيقدر يعدل فيه اي حاجة. بس انا هقول لك بقى بكل بساطة، الناس اللي كتبوا الـ IDM developers بيحاولوا يفهموك كده، يعني حتى لو انت عدلت في network manager بيحاول يوفررايد اي حاجة انت بتكتبها في حالة الـ IDM، بحيث ان هو ياخد الكويريز من نفسه بس. تمام كده؟ فهو بيحاول بس يفهمك، يقول لك يعني ايه، خلي بالك دي الحته دي مش بج، الحته دي مقصوده في الاي دي ام سوليوشن، الحته دي مش بج، الحته دي هو قاصد يقول لك حتى لو انت عدلت، لا بالنسبه للاي دي ام ده سبيشال كيس، الاي دي ام عليه بيلت ان دي ان اس سيرفر، والبيلت ان دي ان اس سيرفر ده المفروض هو يسال نفسه على اي كويري هو عايزها، وبعد كده هو يروح لاي حته بقى زي ما يروح، مش فارق معايا. فخليك فاكر الحته دي في الاي دي ام. خلاص من الثاني. نعم بس ليش نعمل ريسولف من السيرفر الثاني؟ يعني ليش ما خليه بس على اللوكال؟ هفترض معاك سيناريو سيء جدا، انت حضرتك رحت رايح معدل مانيوالي في الدي ان اس كونفيجريشن بتاع الاي دي ام 2، جيت ريستارت السيرفيس راحت مفرقعه في وشك. خلاص وابسط مثال على كده، لو انت مثلا جيت تعمل حاجه زي كده فيم اي تي سي نيم دي دوت كونف، هتلاقي ان الاي دي ام بيحاول يعمل دي ان اس سيك فاليديشن، رغم ان الدي ان اس سيك ده فاليديشن دون، مش كل الدي ان اس سيرفرز اللي موجوده في العالم النهارده بتعمل دي ان اس سيك لحد النهارده. لحد النهارده اقول لك على حاجه، الديفولت اكتف دايركتوري انستوليشن مش عامل انيبل للدي ان اس سيك، لكن الاي دي ام عامل انيبل للدي ان اس سيك. طب انا دلوقتي عندي مشكله، طب ما لو الاي دي ام حب يطلع لبابليك دي ان اس سيرفر، وليكن البابليك دي ان اس سيرفر بتاعي هو اكتف دايركتوري سيرفر، عارف ايه اللي هيحصل؟ كل الكويريز هتفيل، الاي دي ام هيروح ياخد كويري ويروح يبص على الكويري دي، هل هي سايند كويري؟ هل في سيجنتشر هنا؟ لو الكويري دي مش سايند ايه اللي هيحصل لها؟ هيدروب ويقول لك بص انا مش متاكد من الكويري دي، هل هي ليجيتمت ولا لا، ما اعرفش عنها حاجه، مع السلامه. فانت رحت جاي رحت رايح معدل الملف ده بايدك، وليكن رحت قايل له دي ان اس سيك فاليديشن، خليتها نو كابيتال مش نو سمول، جيت ريستارت السيرفيس الدي ان اس واقف، فانت رحت في 60 داهيه. في الحاله دي لو انت عامل السكندري دي ان اس هو النيم سيرفر واحد او اللي موجود على الاي دي ام، هيكمل يعمل الكويريز بتاعته، بس طبعا هيكمل يعمل الكويريز بعد ما هيتايم اوت، اول هيسال نفسه، وبعد ما يسأل نفسه ويستنى ما يلاقيش رد لأن السيرفيس داون، هيروح رايح للاي دي ام واحد. طب ما في الحالة دي التايم اوت هيبقى كبير جدا، واليوزرز كلهم هيبقوا افكتد بالموضوع دون. تخيل يوزر يجي يعمل لوجن على الماشين بتاعته، واللوجن بتاعه ممكن يقعد 30 ثانية لحد ما الراجل يعمل لوجن، ايه العذاب ده؟ هتلاقي الناس كلها بتتصل بيك، الحقنا في عندنا مصيبة. فهي ورك اراوند ومش ورك اراوند، يعني حاجه كده ممكن تحطها في الحسبان لو الدنيا فرقعت في وشك في يوم من الايام، او لو الدي ان اس فرقع على واحد من الاي دي ام سيرفرز وعايز ورك اراوند بسيطه.
مؤقتا لحد ما تحل المشكله. خلاص، فدي ورك اراوند بسيطه، خليك فاكر النقطه دي، ده مش بيرمننت ورك اراوند، ماشي؟ بس فقلت خليك او الفت نظرك للحته دي، لو الدي ان اس سيرفر وقع على اي واحده من الاي دي ام سيرفرز، هل ممكن تكمل شغل؟ هل ممكن تكمل اوبريشن؟ في الطبيعي لا. الورك اراوند ان انت ايه، روح شيل الانتري بتاع 127.001 او ضفها، خليها هي تحت خالص، وحط واحد من بقيه الاي دي ام سيرفرز اللي موجودين عندك، مش كلهم ريبليكيتد. طالما كلهم ريبليكيتد هيقدر يريزولف الدنيا عنده، هتبقى تمام التمام من غير اي مشاكل. بس وصلت؟ ها الفكره دي وضحت ولا بكلم نفسي ولا ايه بالظبط؟ نعم، لا لا تمام، كله تمام تمام ماشي. الفكره دي انا طبقتها في مره، واحد من الكاستمرز الدنيا فرقعت عنده، الاي دي ام سيرفرز الموجوده واحد منهم فرقع، والاي دي ام سيرفر ده كان هو البرايمري بتاعت زون كامله، كان عنده اكتر من 600 كلاينت رايحين ريجسترد على الاي دي ام اللي موجود في الزون دي، وما يعرفوش اي حاجه عن بقيه الاي دي امز التانيين. فالاي دي ام كله خلاص، ال 600 كلاينت دول مش عارفين يعملوا لوجن، والكاستمر بيصرخ الحقنا في مصيبه. اترنهم راحوا يعدلوا في الدي ان اس كونفيجريشن بشكل مانيوال، طبعا مفيش وقت ان انا اقعد اترابل شوت الدي ان اس وابعت لي مش عارف ايه ووريني الكونفيجريشن في الحته الفلانيه، فورك اراوند رحت داخل معدل وخليته يجيب من بقيه السيرفرز، اتحلت المشكله بشكل مؤقت لحد ما قمنا الدي ان اس مره ثانيه والدنيا اشتغلت بعدها. فايه يعني ايه حبيت اقول لك عليها بس كده، بس ايه خلي بالك منها ماشي، ما تعتمدش عليها ان هي الاساس بتاعك، ده في حالات الايه طوارئ، لما الدنيا الخوازيق تخبط في وشك ايه تبدا تستخدمها. طيب كلام جميل. ايه تاني يا سيدي؟ change attribute بقى كده minus i etc resolve.conf، وتعالى كده نفتح الملف ده مره تانية. لا مش ده، كان etc-resolve.conf، وتعالى نحذف الكلام ده بس، شكرا. طيب هل كده الحاج ده خلص؟ اه الحمد لله. باشمهندس، ايش الفرق بين الويندوز سيرفر النسخة الداتا سنتر والنسخة الستاندر؟ ايه الفرق؟ سنة بس ما نسيت الباسورد دي. انا بكره ويندوز جدا في الحكايه دي يعني بصراحه. الحمد لله عملنا انستول ويندوز كده، المره الجايه هيبقى ايه الشغل بتاعنا؟ على اننا ايه نجرب او نخلص موضوع الانتجريشن مع ويندوز. الحمد لله. طيب ها لحد كده حد عنده اي مشاكل؟ ها كله تمام الحمد لله. طيب ماشي كده، النهارده خلصنا الجزء الثاني،
ان شاء الله المره اللي جايه هنبدا الجزء الثالث عندنا، هننستول الاكتيف دايركتوري اول ما نبدا، وفي وسط ما احنا بننستول الاكتيف دايركتوري هنبدا ايه نكونفيجر التراست ريليشن شيب ما بين الاكتيف دايركتوري وما بين الاي دي ام. خلينا نخلصها بقى المره اللي جايه يعني، ممكن المره اللي جايه ان شاء الله لو ربنا كرم نخلص الموضوع ده كله وايه ونخلص منه يعني. ماشي كده؟ تمام. بس ما عنديش سؤال بس قبل ما نقفل. اتفضل. إيه بالنسبة للاي دي ام، انا عندي هلقيت اثنين ريبليكا، لما عندك اعمل الماشين عندي عملها عملنا اثنين اي دي ام زيرو واي دي ام واحد، او اي دي ام واحد واي دي ام اثنين. الماشين اللينكس لما عملها كونكت مع الاي دي ام، هتعمل مع واحد فيهم ولا مع الاثنين ولا مع ايش حيكون السيناريو؟ اولا انت في عندك دي ان اس ديسكفري صح؟ تمام. فاكر الدي ان اس لما بس وريتك الريكوردز من دقايق، كان كل ريكورد هتلاقي فيه منه نسختين، نسخه للسيرفر واحد ونسخه للسيرفر صحيح. اتنين صح؟ صح ولا غلط فاكر؟ صحيح. كنت بتلاقي مثلا الكيربروس هتلاقي فيه انتري لسيرفر واحد وفيه انتري تانية لسيرفر اتنين اهو. تعال مثلا اخد الزون دي، بص كده، واحدة لسيرفر واحد وواحدة لسيرفر اتنين، الكيربروس يو دي بي، واحدة لسيرفر واحد وواحدة لسيرفر اتنين، شايف؟ الكيربروس تي سي بي، شايف؟ ال داب، واحدة لسيرفر واحد وواحدة لسيرفر اتنين. معنى كده ان كل حاجة عندك في الدي ان اس، صح ولا غلط؟ تمام. حلو يعني لو جدا. السيرفر فصل هكمل الكلاينت من هيروح الثاني. يريجستر، الكلاينت هيروح يريجستر، هيلاقي ريكوردز بتاعت السيرفرين عنده الاثنين موجودين. طيب كلام جميل. الكلاينت انا قلت لك ان الكلاينت في عندك اثنين سيرفيس مسؤولين عن كل حاجه بتحصل على الكلاينت. السيرفيس الاولانيه اسمها اس 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 دي، سيستم سكيورتي سيرفيسز ديمون، خلاص. والاس اس اس دي دي خلاص هي راحت بتروح تشوف الدي ان اس وتشوف، بتبقى عارفه ان في عندك سيرفرين موجودين، هي بتروح اوتوماتيك تشوف مين فيهم اللي موجود، مين فيهم اللي اب وراننج، تاخد منه معلومات الاوثنتيكيشن تمام. وتعمل كاش المعلومه دي عندك. طب افرض الكاش بتاعك كانت المعلومه عندك، المفروض الكاش بتاعك يقعد وليكن اسبوع، بعد الاسبوع ده جات الاس اس دي او الاس اس اس دي تحاول توثنتيكيت من سيرفر واحد، لقت سيرفر واحد او من اي دي ام واحد، لقت اي دي ام واحد ده داون، اوتوماتيك هي عندها معلومه بتقول لك ان انا عندي سيرفرين اتنين، هيروح تروح راح على الاي دي ام اتنين تقول له اديني يا عم الاوثنتيكيشن انفورميشن. فانت بمجرد الريكوردز دي ما هي عندك في الدي ان اس، خلاص الدنيا كلها بالنسبه لك انتهت. الاس اس اس دي دي هي تاخد مسؤوليه ان هي ايه تشوف مين في السيرفرز اب وراننج، وتروح تاخد المعلومه منه وتعمل لها كاش لوكالي عندك على الكلاينت ماشين بتاعتك. وصلت؟ وصلت تمام. طيب سؤال تاني. إيه لو الاثنين اي دي ام فصلوا، بيكون في عندي ورك اراوند مثلا انه افوت على الماشين بالروت يوزر تبعها الاساسي؟ طبعا الروت يوزر هيفضل روت يوزر زي ما تمام. هو، ده لوكال يوزر ملوش دعوه خالص بالاي دي ام، تمام خلاص. الحاجه التانيه، تمام مش معنى ان الاي دي يعني. ام واحد والاي دي ام اتنين واقعين يبقى انت مش تقدر تعمل لوجن، ما هي دي وظيفه الاس اس اس دي، الاس اس اس دي بتعمل كاش للمعلومات عندك كمان. فحتى لو الاي دي ام واحد والاي دي ام اتنين واقعين والمعلومات دي كان معمول لها كاش عندك، هتقدر تعمل لوجن برضو زي ما انت، خلاص لحد ما الكاش عندك يكسباير. الكاش اتعمل له اكسباير، لا استنى عندك بقى لازم يكون حد من سيرفرات الاي دي ام لسه اب وراننج، تمام كده؟ تمام. يسلموا هندسة. ماشي يا ريس، ماشي، يلا اشوفكم على خير المرة الجاية ان شاء الله، وتصبحوا على خير. السلام عليكم. تمام، الله يعطيك العافية. الله يكرمك.